أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في 18 من أيار مايو الحالي عن إنشاء مرصد لتوثيق الجرائم التي ترتكبها روسيا بأوكرانيا واستخدام المعطيات لمحاسبة المسؤولين عن الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان والضرر الذي يلحق بالبنية التحتية المدنية بما في ذلك التراث الثقافي الأوكراني، مبينا أن ذلك لن يقتصر على المحاكم المحلية بأوكرانيا بل المحاكم الأمريكية وغيرها من دول العالم. ولكن ماذا عن جرائم الاحتلال الأمريكي في العراق؟ حول هذا الموضوع كتبت مقالا في الصحيفة كتبت هيفاء زنقنة مقالا في صحيفة القدس العربي، نستمع إلى جزء منه. تقودنا المفارقة السوداء في توقيت الإعلان الأمريكي عن تأسيس مرصد لتوثيق جرائم روسيا في أوكرانيا ومحاسبة المسؤولين بعد احتلال دام 3 أشهر فقط إلى الغزو والاحتلال الأنجلو-أمريكي للعراق الذي سيبقى مع الاحتلال الصهيوني لفلسطين حياً في وجدان وذاكرة الشعوب عن الزيف والعنصرية. ليس لأن أمريكا تعاملت عن غزو واحتلال العراق كما تفعل بعض الدول حماية لنفسها عادة، بل لكونها البلد الذي هدم البنية التحتية وحبس مئات الآلاف بشكل غير قانوني في ظروف لا إنسانية مهينة. ولنتذكر أبو غريب كمثال وسبب قتل ما يقارب 1 مليون عراقي، أما بشكل مباشر أو غير مباشر، ونهب الآثار وحرق الموروث الثقافي فضلاً عن مأساة الفساد والإرهاب على مدى 20 عاماً. ولا يمكن المرور على توقيت الإعلان الأمريكي عن إنشاء مرصد للجرائم الروسية بدون التوقف عند مجزرة حفل الزفاف التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي بذات التاريخ تقريباً، أي يوم 19 من آيار مايو من عام 2004، حيث قامت مروحية أمريكية بإطلاق النار على حفل زفاف في قرية مقر الذيب قرب بلدة القائم غربي العراق، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً على الأقل من بينهم العديد من الأطفال. تثير قراءة هذه البيانات الأمريكية لتسويغ جرائم قتل المدنيين الغثيان لفرط تكرارها وشبهها إلى حد أدق التفاصيل تبرير الكيان الصهيوني لجرائمه بفلسطين بحجة حق الدفاع عن نفسه وأمنه كذلك، حيث يبرر الجنرال الأمريكي المذبحة بلا لحظة تفكير أو ندم حتى وهو يرى أن قتل العراقيين ضروري وهم يستحقون الموت. يقول الكاتب علي حسين في صحيفة المدى، في 22 من آذار من عام 1945 اقترح البريطانيون على خسارة تشرشل الذي قاد بلادهم إلى النصر في الحرب العالمية الثانية. لم يفعل صاحب شارة النصر الشهيرة شيئاً سوى أن قال لسكرتيرته: ماذا نفعل يا عزيزتي؟ إنها الديمقراطية التي ستجعلني أنصرف إلى هوايتي المفضلة الرسم والكتابة. في العراق اليوم يوهم بعضهم نفسه بأن العناية الإلهية اختارته، فالعديد من مسؤولين الأشاوس يعتقدون أن العناية الإلهية هي التي اختارتهم وهي وحدها من تملك الحق بإبعادهم عن الكرسي، ولهذا فلا علاقة للناس باختياره ولا أهمية لصناديق الاقتراع. في مقابلة صورت المسؤولة الملتصقة بكرسيه: نشاهد يوميا صورا لمسؤولين يعتبرون أنفسهم جزءا من التغيير والتطور الذي يشهده العالم. لم نسمع أحدا منهم يعتقد أنه وريث السماء وعلى الناس الهتاف بحياته. في عراق اليوم يصر العديد من مسؤولين على المضي قدما في إعادة إنتاج نظام ديكتاتوري جديد، ولهذا نراهم يرفضون مبدأ التداول السلمي للسلطة، محذرين من أن تتحول الخلافات على المناصب إلى نزاعات مسلحة، أو أن غياب فلان أو علان عن السلطة سيدفع بالبلاد إلى فوضى.
لا أريد من هذا المقال مقارنة ساستنا بديغول أو تشرشل، فأكيد لا أحد منهم لديه هواية الرسم والكتابة، وأيضا لا أحد منهم يؤمن بالتداول السلمي للسلطة، فنحن لا نملك برلمانا يذهب إليه المسؤول ليقدم كشف حساب بما قدمه للناس، وما من قضاء يحاسب المخطئ، لا شيء سوى دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي مقربيه الذين أضاعوا 10 أعوام تماما من أعمارنا. من سوء الحظ أنه بعد سنوات ما يزال الكثير من السياسيين يمارسون الخديعة والكذب، ومن سوء الحظ أيضا أن مسؤولين كبارا يتغنون بالديمقراطية والحرية كل صباح، لكنهم لا يمانعون من الانقضاض عليها حين تتعارض مع مصالحهم الخاصة. لا ديمقراطية إلا لنفس الأسماء، والباقي خونة ومتآمرون وينفذون أجندات خارجية. حذرت بريطانيا وفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC من خطر أزمة غذاء قد تجتاح العالم بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، فيما تطالب كييف بتوفير ممر لتوريد ملايين الأطنان من الحبوب المخزنة في الصوامع والموانئ. وأكد وزير الدولة لشؤون النقل البريطاني غرانت شابس أن نقص الحبوب والغذاء بسبب غزو روسيا لأوكرانيا قد تكون له عواقب وخيمة على مستوى العالم. اتهم مدير برنامج الأغذية العالمي الفاو ديفيد بيسلي روسيا بشن حرب على الأمن الغذائي في العالم. وقال بيسلي خلال اجتماع لقادة الأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا إن الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود يهدد الإمدادات الغذائية لحوالي 400 مليون شخص. وحذر مدير برنامج الأغذية العالمي الفاو من أن الأمر تفاقم بسبب الجفاف وارتفاع أسعار الوقود ونقص الأسمدة، وأضاف أن الزيادات في تكلفة واردات القمح دفعت بنك التنمية الإفريقي للإعلان عن صندوق قيمته 5 مليارات دولار لدعم إنتاج الغذاء في جميع أنحاء القارة، وأسفر عدم قدرة أوكرانيا على تصدير حبوبها عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، فضلاً عن زيادة احتمال حدوث مجاعات في الدول التي تعتمد على صادراتها. وقالت النائبة الأولى لرئيس وزراء أوكرانيا يوليا سيفيرينكو لBBC إن هناك حاجة ماسة إلى نوع من الممر بين مزدوجين، كما حثت المجتمع الدولي على المساعدة في رفع الحصار على الموانئ البحرية في البلاد. وقال سيفيرينكو إن الممر يمكن أن يكون حلاً يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب المخزنة حالياً في صوامعها ولا يمكن شحنها، وتنتج روسيا وأوكرانيا 30% من إمدادات القمح في العالم. وقبل الحرب كان ينظر إلى أوكرانيا على أنها سلة خبز العالم، إذ كانت تصدر 4.5 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهرياً عبر موانئها. نشرت مجلة ناشونال انترست مقالاً لرئيس الوزراء الأسترالي السابق كيفن رود، تحدث فيه عن كتابه الحرب التي يمكن تجنبها، مخاطر الصراع الكارثية بين الولايات المتحدة والصين تحت زعامة شي جين بينغ. ويقدم رود سيناريوهات يعتقد أنها ضرورية لتجنيب العالم مخاطر الصراع بين الولايات المتحدة والصين، فيما تعرف العلاقة بين البلدين تصعيداً فيما يتعلق بتايوان. وحذر الكاتب بالقول إن وجهات النظر العالمية المهيمنة الآن في الصين والولايات المتحدة تدفع البلدين نحو الحرب. استدرك رود بالاعتراف بأن هذه المقاربة ستكون صعبة للغاية بسبب عدم الفهم المتبادل والتآكل شبه الكامل للثقة،
بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن إدراكه بالقيود السياسية الداخلية لدى البلدين التي ستجعل من الخطر على القادة في أي من الجانبين الدعوة إلى ضبط النفس أو أي شيء يشبه التسوية أو الاسترضاء. وفيما يدعو الكاتب الولايات المتحدة إلى التخلي عن الذعر غير المبرر والقلق الاستراتيجي المفرط من الصين، فإنه يشرح أيضاً ما يعتقد أنها رؤية شي جينغ بينغ للعالم، والتي تم تنظيمها على أنها 10 دوائر متحدة المركز من الاهتمام. وتبدأ هذه بالأولوية القصوى للحزب الشيوعي الصيني المتمثلة في البقاء في السلطة والسيطرة، وتتسع لتشمل السعي الداخلي للحزب الشيوعي الصيني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وأمن الحدود والسلامة الإقليمية، وسعي الصين الخارجي للنفوذ الإقليمي والعالمي والنفوذ والأمن. وأرجع ذلك إلى أن القادة الصينيين يرون في الازدراء الأمريكي للحزب الشيوعي الصيني وما يفسرونه في هدف واشنطن المتمثل في تغيير النظام في بكين أكبر تهديد للاستقرار الداخلي للصين. وعلى وجه التحديد يتكهن رود بأن شي قد يرغب في أن يكون لدى بكين القدرة العسكرية للاستيلاء على تايوان، أو على الأقل أن يكون لديه ميزة عسكرية كافية ضد الولايات المتحدة للدفع إلى تسوية سياسية مع تاي بيه، قائلا إن بكين تسعى إلى تخفيف القوة الأمريكية وزيادة قوة الصين في النظام العالمي. تحت عنوان دول الخليج تستفيد من ارتفاع أسعار النفط، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إنه مع الحرب في أوكرانيا التي تسببت في ارتفاع أسعار الذهب الأسود، زاد ثراء الدول الخليجية إلى حد كبير، غير أن اعتماد هذه الدول القوي على الهيدروكربونات قد ينقلب عليها. وأضافت لوموند القول إن الحرب في أوكرانيا أثرت بشكل كبير على دول الخليج، وأدى ارتفاع أسعار النفط بنحو 20% منذ بدء الصراع في 24 فبراير إلى زيادة دخلها، وكذلك وصول الأوليغارشية الروسية إلى دبي التي تريد حماية ثرواتها من العقوبات الدولية. الدول الخليجية تدرك جيداً الخطر الذي يمثله الاعتماد على النفط، إذ يمكن أن تتحول هذه الطفرة النفطية الجديدة بسرعة إلى نقمة عندما تنفذ الاحتياطيات أو ينخفض الاستهلاك العالمي أو تنخفض الأسعار. بعبارة أخرى، ارتفاع الأسعار لا يفيد منتجي النفط على المدى الطويل، لأنه يقضي على الطلب بتشجيع المستهلكين على التحول إلى الطاقات المتجددة أو خيارات أخرى. فالمنطقة تعاني من ذاكرة سيئة للانخفاضات في أسعار الذهب الأسود في بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020، عندما توقف النشاط العالمي واكتشفت دول الخليج التقشف. فرضت عمان ضريبة القيمة المضافة لأول مرة، وضاعفته المملكة العربية السعودية 3 مرات في بداية عام 2020 مع خفض إنفاقها الاجتماعي. وبعد بضع سنوات من العجز يفترض أن تعود المنطقة بأكملها تقريباً إلى الميزانيات المتوازنة في عام 2022 أو حتى الفائض، وهو وضع لم تعرفه الكويت منذ 9 سنوات. والبحرين أكثر دول المنطقة مديونية، والتي اضطرت إلى التوقف عن تمويل صندوقها السيادي للتعامل مع الأزمة وحتى سحب 400 مليون دولار منه يمكن أن تموله مرة أخرى. وتتابع لوموند القول إن اقتصادات الخليج بعيدة كل البعد عن الانفصال عن الذهب الأسود. في الكويت التي هي في حكومتها 5 في غضون 2 تماماً، يعقد عدم الاستقرار السياسي أي خطة للإصلاح الاقتصادي. يقول الكاتب محمد عايش في مقاله بموقع عربي 21 إن التوصيف الدقيق لما يجري في فلسطين هو أن ثمة مجموعة بشرية متعددة الأصول والأعراق والهويات والمنابت تريد سحق شعب واقتلاعه من أرضه الأصلية بالقوة، ومن ثم تذويب هويته وتراثه وتاريخه وكل الإشارات التي تدل عليه،
وعلى أصوله ووجوده، أي أن المجموعة البشرية القادمة من الخارج تريد مسح الشعب الأصيل الموجود على أرضه. هذه هي قضية فلسطين باختصار. الاحتلال الموجود في فلسطين بشكله الحالي وتفاصيله التي نراها يومياً، وما ينطوي عليه من تمييز عنصري سلبي بين السكان، هذا الاحتلال هو الوحيد من نوعه في العالم حالياً. ما يحدث في فلسطين هو أننا أمام صراع استثنائي ووحيد في العالم، حيث يريد المحتل أن يطمس تماماً معالم الأرض وثقافة السكان وتراثهم وهويتهم، ويريد أن يخلق واقعاً جديداً على هذه الأرض وشعباً جديداً فوق هذه الرقعة الجغرافية. ولذلك فإن الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال أعمق بكثير من أي صراع آخر في العالم، وأعمق بكثير مما يظن البعض، كما أنه يختلف تماماً عما يصوره المطبعون العرب الذين يسوقون عن علم أو عن جهل معلومات خاطئة تماماً عما يجري في فلسطين. الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال يبدأ عند الأرض التي يلتهمها المستوطنون وجيشهم قطعة تلو الأخرى، لكنه لا يتوقف هناك، بل يمتد إلى صراع على الهوية والتراث والتاريخ ورواية الأحداث كذلك، وصولا إلى صراع على الفلافل وما إذا كان أكلة فلسطينية أم إسرائيلية. وهذا يعني أنه صراع أعمق بكثير مما يحلو للبعض أن يتخيل، ومن يستطيع أن يفهم هذه الحقائق يستطيع أن يفهم كيف ولماذا اغتالت إسرائيل شيرين أبو عاقلة، واغتالت قبلها غسان كنفاني وغيرهم الكثير من الرموز الثقافية والفكرية والأعمدة التي تحافظ على الرواية الفلسطينية وتقوم بتسويقها وتثبيتها. هذا الصراع العميق مع الاحتلال هو الذي يدفع الشعب الفلسطيني للعمل ليل نهار من أجل إثبات وجوده والتمسك بهويته وأصوله وتراثه وطعامه وأرضه وروايته وتاريخه. وهذا النوع من النضال الذي يمارسه الفلسطينيون يمتد إلى مختلف أنحاء العالم ولا يتوقف عند الأراضي الفلسطينية. ومن هنا نفهم جيداً أهمية إقامة المهرجانات والمعارض والفعاليات الاحتفالية التي تنظمها الجاليات الفلسطينية في بريطانيا وأوروبا والولايات المتحدة، إذ إنها من المنصات المهمة جداً في التعريف بالقضية ونشر الرواية. إلى خبر اليوم، حيث عرضت السلطات الأوكرانية مجموعة من الآليات العسكرية الروسية التي تم تدميرها خلال الفترة المنصرمة من المواجهات في مختلف أنحاء البلاد، حيث جمعت هياكل العربات والمدرعات وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وأقبل عدد كبير من المواطنين لمشاهدة والتقاط الصور. والآن تابعوا معنا رسوم الكاريكاتير. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.